للتعليق أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الكاتب الصحفي الفلسطيني ياسر أبو هين. سيد ياسر، مرحبا بكم. يعني اليوم بدأت فعاليات جمعة الوفاة لشهداء القدس ضمن فعاليات مسيرة العودة، لكن هل من معلومات عن الفعالية وأعداد المشاركين وآخر التطورات سيد ياسر؟ تحية لك. يعني فعالية اليوم في هذه الجمعة هي استمرار لفعاليات مسيرات العودة التي انطلقت منذ 30 من مارس الماضي، وهي عادة تبدأ بعد صلاة العصر أي حوالي الساعة 5 بتوقيت فلسطين. عادة في مثل هذه الأوقات أو في مثل هذا الوقت تحديدا يبدأ الناس بشكل تدريجي في يعني التوافد إلى أماكن مخيمات العودة الخمس المقامة شرقي قطاع غزة. هذه الجمعة أطلق عليها جمعة شهداء القدس، وتحديدا الشهيد كوبر الذي استشهد في العملية التي نفذها قبل أيام في الضفة الغربية المحتلة، وقتل فيها مستوطن واستشهد فيها هذا الشهيد. في مثل هذه الجمعة عادة نشهد فعاليات وطنية وجماهيرية وشعبية في المخيمات الخمس، تتوزع ما بين الكلمات والفقرات الفنية، وتشتد عادة في مثل هذا اليوم أو في مثل هذه الفعالية المواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني المتمركزة على الحدود الشرقية وعلى السلك الفاصل بين قطاع غزة وأراضينا المحتلة عام 48. سيد ياسر، فعالية اليوم سبقها تقرير صادر من قبل البنك الدولي. التقرير تحدث عن حالة الانكماش الاقتصادي الذي تعيشه غزة، لكن إلى أي مدى ترون أن هذا الانكماش تشارك فيه إدارة القطاع؟ يعني ليس للمحاصر ذنب في أن كل قوى الشر في العالم تكالبت عليه وحاصرته كما يحدث مع قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 11 عاما. حالة الانكماش وحالة البطالة وإغلاق المؤسسات والشركات وحالة الفقر المدقع وتعطل المشاريع و استهلاك البنية التحتية في قطاع غزة سببها يعني واحد وليس لا يعني لا ثاني له، وهو الاحتلال. الاحتلال الذي يفرض حصارا يعني همجيا دمويا على قطاع غزة، يمنع غزة من التواصل مع العالم ويمنع العالم من التواصل مع غزة. الاحتلال يطبق الحصار على قطاع غزة، يغلق المعابر المحيطة بالقطاع والتي هي شريان الحياة التي يدخل منها يعني المواد التموينية والسلع الأساسية ومواد البناء وغيرها. طيب، تصور مثلا أن في غزة ربما يعني يؤخذ من باب التنظر أن الاحتلال يمنع إدخال بدل العرائس إلى قطاع غزة على اعتبار أنها تشكل خطرا على الأمن الصهيوني، وهذا مثل يعني مثل مضحك ومثل بسيط في نفس الوقت. وإليك ولك أن تسحب هذا المنع على المواد الأساسية مثل الوقود، مثل يعني مواد البناء، الإسمنت، الحديد، إطارات السيارات فيما يعرف بغزة بالكاوتشوك ممنوعة مثلا من غزة. أكثر من 500 صنف تضعها إسرائيل على قائمة المنع، ممنوع تدخل إلى قطاع غزة. بالتالي المسؤولية لا تقع على إدارة القطاع أو غيره، المسؤولية على الأطراف. طيب سيد ياسر، في هذا الإطار ولو انتقلنا إلى موضوع المصالحة، يعني قادة حركة حماس يقولون إنهم ملتزمون بالحوار الفلسطيني وإتمام المصالحة، هل تعتقد أن المصالحة يمكن أن تحل أزمة القطاع الاقتصادية والإنسانية؟ عفوا لم أسمع السؤال. في موضوع المصالحة هناك أخبار عن التزام حركة حماس بالحوار الفلسطيني وإتمام المصالحة، تعتقد أن المصالحة من شأنها أن تحل الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة؟ نعم، يعني في البداية حماس من اللحظة الأولى أو من اللحظات الأولى لإعلان مصر عن مبادرة جديدة أو ورقة مصرية جديدة لحل الإشكالية في قطاع غزة في فلسطين وإنهاء الانقسام
وإتمام المصالحة أعلنت موافقتها على هذه الورقة وكل ما فيها، وهي بالمناسبة بنود ومراحل من شأنها أن تنهي الانقسام في غضون أشهر وأن تحقق الوحدة الوطنية وتشكل حكومة، يعني حكومة تدير الضفة الغربية وقطاع غزة. فتح حتى اللحظة لم تعلن موقفها، ودخلت في عملية من التسويف والمماطلة، أنها سترد وأنها لها ملاحظات، سيكون الرد بالإيجاب، وأوفدت مؤخرا وفدا من قيادتها على أعلى مستوى للقاهرة لتسليم الرد الفتحاوي الذي لم يعلن فحواه حتى اللحظة. هذا جانب. فيما يتعلق بأن يعني المصالحة أو حكومة الوحدة ستنهي البطالة والحالة الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، بالتأكيد يعني نعم، لكن ليس بالضربة القاضية كما يقال، وليس في لحظة بين لحظة وأخرى. الحالة في قطاع غزة حالة تراكمية امتدت عبر عشرات السنوات منذ أن فرض الحصار الإسرائيلي وأنهك قطاع غزة بثلاث حروب دموية قاتلة دمرت إسرائيل فيها تقريبا كل البنية التحتية في قطاع غزة، ودمرت المصانع والورش والمحلات، وبالتالي هذا الأمر عملية تراكمية لا يحل يعني بشيء سريع. غزة طيب سيد ياسر، يعني أنت تطرقت إلى أنه جرت مصالحات سابقة لكنها لم توفق وكان مصيرها عدم الاتفاق، تعتقد أن هذه المرة المصالحة هذه المرة ستنجح؟ يعني لا أريد أن أكون تشاؤميا، لكن بالمعطيات للأسف على أرض الواقع والاشتراطات التي تضعها السلطة الفلسطينية وحركة فتح تحديدا والرئيس أبو مازن تحديدا والرئيس محمود عباس، الأمور يعني غير مبشرة، ولا نستطيع أن نقول، يعني لا نستطيع الآن أن نقول أن الأمور يعني وصلت إلى بر الأمان، ولا أن نقول فشلت، لكن الأمور لا زالت تراوح مكانها. الوسيط المصري يبذل جهودا كبيرة في محاولة احتواء الموقف وتقريب وجهات النظر وحل الإشكاليات والخلافات، وأعتقد أن المبادرة أو الورقة المصرية المكونة من أربع مراحل والتي طرحت قبل يعني أسابيع ووافقت عليها حركة حماس كفيلة بأن تحقق بالفعل الوحدة وأن تنهي الانقسام ويعني تحقق المصالحة. والشارع الفلسطيني ينتظر على الأقل ردا إيجابيا من السلطة الفلسطينية وحركة فتح تحديدا، حتى يعني على الأقل نقول أن أجواء إيجابية تسود في الشارع الفلسطيني. أما إن بقي التعنت سيد الموقف والرفض ويعني محاولة كسب الأمور بنقاط خاصة للسلطة أو لحركة فتح، وتعنت الرئيس محمود عباس في فرض العقوبات المجحفة والتي زادت الأمر يعني قتامة وزادت صورة المشهد صعوبة في قطاع غزة، أعتقد أن الأمور يعني ليس بسهولة نستطيع أن نقول أنها ذاهبة نحو يعني التفاؤل وحل الإشكالية وحل الخلاف الواقع بين حركتي فتح وحماس، على اعتبار أن حركة حماس تقول أنها قدمت ما عليها وتجاوبت وتعاملت بإيجابية مع المبادرة المصرية التي من شأنها حل كل هذه الأزمة. من غزة الكاتب الصحفي الفلسطيني ياسر أبو هين، شكرا جزيلا لكم.